حول هذا الموضوع يسرنا أن ينضم إلينا عبر الهاتف وعلى الهواء مباشرة سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى. أهلا بك سيد خالد في نشرة الثالثة، نشكرك على قبول الدعوة. بداية، ما هي أبرز ما تم التركيز عليه في اجتماعات السلطتين التنفيذية والتشريعية المتعلقة بمشروع إقرار ميزانية العامة للدولة؟ في البداية أحب أن أرفع القيادة الحكيمة خالص الشكر والثناء على الدور الكبير في دعم التعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية اللي أدى للوصول لهذه التوافقات اللي هي طبعا كلها تصب في مصلحة الوطن والمواطنين. وفي الحقيقة يعني أن العمل على مشروع الميزانية يعني مر بعدة مراحل، وكانت طبعا البداية هي الاجتماعات المستقلة للجنة الشؤون المالية والاقتصادية لدراسة مشروع الميزانية وأيضا معاينة البيانات المالية والتجهيز للتقدم بالاستفسارات إلى السلطة التنفيذية من خلال وزارة المالية والاقتصاد الوطني. وبعد هذه المرحلة طبعا بدأت الاجتماعات اللي هو المشتركة، وعرضت الحكومة أهداف الميزانية في ضوء برنامج التوازن المالي، وعرضت أيضا الميزانيات التشغيلية للوزارات وأهم المشروعات التي سيتم العمل على تنفيذها خلال العامين القادمين 2023 و2024. ومن ثم طبعا نقلنا إلى مرحلة التباحث حول التعديلات اللي اقترحتها السلطة التشريعية، واللي الحمد لله تم من خلالها التوصل للتوافقات. نعم. التي تم الإعلان عنها أمس. نعم سيد خالد، كيف انعكس التعاون المستمر بين السلطتين التنفيذية والتشريعية على التوافقات التي تم التوصل إليها يوم أمس؟ في الحقيقة أن التوافقات اللي تمت أكدت في مجملها على دعم المستوى المعيشي للمواطن، ومن خلالها طبعا تم دعم المتقاعدين ودعم الموظفين في القطاع العام، وعلاوة تحسين المستوى المعيشي للمواطن، إلى جانب التأكيد على أهمية دعم الموظفين في القطاع الخاص، وهو ما تم والحمد لله التوافق عليه بتضمين عدد من المبادرات لجعل المواطن البحريني هو الخيار الأفضل في التوظيف، إلى جانب توفير المزيد من الدعم لعدد من التخصصات والمهن اللي يتم تقديمها حاليا من قبل تمكين. طبعا لا أنسى أيضا الاتفاق اللي جاء على دعم ذوي الإعاقة من خلال زيادة المبالغ المخصصة لدعم ذوي الإعاقة وفقا للفئات المعتمدة والمسجلة لوزارة التنمية الاجتماعية، وهذا بدوره طبعا يعني يؤدي إلى أن أذكر بأن هذه التوافقات أدت إلى تعديل في بعض أبواب الميزانية لأن يكون هناك في توفير في الاعتمادات المطلوبة. كلها والحمد لله توافقات أمل أن تسهم في تحقيق الأفضل للوطن والمواطن، وهو يعني ما استعينا إليه لتحقيقه من خلال العمل المشترك بين السلطتين. نعم سعادة السيد خالد المسقطي، عضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس الشورى، كنت معنا ضيفا كريما في نشرة الثالثة، شكرا جزيلا لك.